يا صبايا ويا شباب، شلهوب عاد بعد غياب. في جعبتي أحلى حكايات عن جحا أبي الحركات، حكيم الحمقى وأحمق الحكماء، يواجه البلاء بكل ذكاء. يا سامعي أنشر الخبر، ففي كل قصة عبرة لمن اعتبر. هاي أنتم، ما هذا؟ ما بالكم صامتين هكذا؟ أين التصفيق والهتاف؟ آها، نعم، هذا هو الاستقبال الذي يليق بالنجوم مثلي. والآن صار بإمكاني أن أحكي لكم قصة أغرب من الخيال. حكايتي هذه المرة عن مغامرة شيقة ودرس لا ينسى. سأحكي لكم عن جحا وأدهم والجاسوس. بدأ كل شيء في المدرسة، مدرسة أدهم بالطبع، حيث التمت حوله كما العادة مجموعة صغيرة من أصدقائه ينصتون إلى ما يحكيه لهم باهتمام شديد. دب الرعب في أوصالنا جميعا، وقد ظهر المشعوذ أمامنا من العدم يعلمنا أنه من اختطف بدر البدور، وتحدانا بأحجية معقدة للعثور عليها، ومن ثم تلاشى أمام أعيننا كما ظهر تاركا الجميع. هل تتساءلون عما كان يحدثهم؟ عن مغامراته في قهر الشر وتحدي الصعاب مع أبيه جحا. وأية مغامرات تلك التي جمعت الأب وابنه معا، التي يحوكها أدهم في خياله ليبهر بها الأصدقاء. فسأل المشعوذ والدي إن كان قد حل اللغز، وهنا خطرت لي الفكرة فجأة وصحت عاليا: حل اللغز هو المقبرة. ولو رأيتم وجه المشعوذ المغفل في تلك اللحظة. وبفضلي مجددا تمكن والدي بمساعدة رجال الشرطة من إنقاذ بدر البدور. قصة مدهشة يا أدهم، أنى لك كل هذه الفطنة وفي أوقات عصيبة كتلك؟ لا أصدق أن الوالي لم يقلدك وساما حتى الآن. هذا لأنهم لا يقلدون الأوسمة للكذابين يا صاحبي. الكذابين؟ هل تقصدني أنا بكلامك يا عقلة؟ أي نعم، قصدتك أنت وقصصك الملفقة هذه عن مغامراتك بصحبة جحا. ليست ملفقة، كل هذه القصص حقيقية، وإن كنت لا تصدق فهذه مشكلتك. طيب، ما دام الأمر كذلك أتحداك بأن تصحبني معكما في مغامرتكما المقبلة. أصحبك معنا؟ يستحيل أن يوافق أبي على ذلك. وكيف له أن يرفض طلبك وأنت من تنجده في أصعب المواقف؟ حسن، إذن لك ما أردت، وسأطلعك على الموعد لتصحبنا في مغامرتنا التالية. قالها أدهم بكل ثقة، ولكنه علم في أعماقه بأنه أوقع نفسه في ورطة. بعيدا عن الأجواء المشحونة في المدرسة، فلم تكن الأمور في ديوان الوالي تسير على نحو أفضل، فقد عقد اجتماع سري ومغلق انحصر بأربعة أشخاص فقط: كريمة، الوالي، كبير المخترعين، وجحا. لذا يا جماعة، أجد أن الإسراع في إنجاز مشاريعنا ضروري، ولا سيما مشروع النهضة. أعمالنا على مشروع النهضة يا مولانا شارفت على الانتهاء بالفعل، نحتاج شهرا على وجه التقريب قبل أن نبدأ بتفعيل المشروع. ممتاز ممتاز يا كريمة، علينا الاستمرار بسرية كاملة، فكما تعلمون لا يجب أن تتسرب للعدو أي أنباء عن هذا المشروع. ما هو مشروع النهضة هذا؟ عذر جهلي، فهذه والله المرة الأولى التي أسمع فيها عنه. معقول؟ كيف لا يكون لديك علم بهذا المشروع الهام؟ لا أدري، ربما أغفلنا ذكر المشروع أمامك سهوا يا كبير المخترعين لسريته البالغة. أوف، وما هو هذا المشروع السري للغاية إذن؟ مشروع زراعي ثوري وراء الجبل الغربي سيقلب المقاييس يا كبير المخترعين.
كل ذلك بفضل التقنيات الحديثة التي جاءنا بها الغريب من عالمه. سيحقق مشروع النهضة اكتفاءً غذائياً ذاتياً للمدينة في مراحله الأولى، وبعد ذلك سيفيض الإنتاج وسنصدر مزروعاتنا لبقية المدن والممالك. خبر مدهش بحق، هذا ما نحتاج إليه بالضبط. المهم أن نتكتم تماماً على ذكر المشروع، لأن هنالك شكوكاً بوجود جاسوس يسرب الأخبار. جاسوس؟ مستحيل، ومن يكون هذا الجاسوس؟ يجب القبض عليه في الحال. يا كبير المخترعين، كما قال جحا، هي مجرد شكوك تساورنا بسبب المضايقات المتتالية التي أقدم عليها خصومنا مؤخراً. على أي حال، الحرص واجب، وعلينا الحذر ما استطعنا. يا حبيبي، جاسوس في المملكة، والله هذا ما كان ينقصنا. انقضت الأيام وكل أهل البيت مكدرون ومتوترون، فجحا وكريمة قلقان من حكاية الجاسوس هذه، بينما أدهم وحائر في كيفية اقتراحه على جحا اصطحابه وعقل في مغامرته المقبلة. أبي، هل يمكنني أن أطلب منك طلبا؟ وأرجو ألا تردني خائبا. يبدو واضحا من مقدمتك هذه أن الموضوع حساس وشائك. هات ما عندك يا ولدي، ما الذي تريده؟ أنت تعلم أن لديك الكثير من المعجبين الذين يتشوقون لسماع قصص عن مغامراتك وانتصاراتك، أليس كذلك؟ ربما، فأنا صراحة لا ألقي بالا لهذه الأمور. على أي حال، هذا هو واقع الأمر، وأحد هؤلاء المعجبين هو عقلة، صديق لي في المدرسة. لا يمكنك أن تتخيل كم هو معجب بك. لا تطل وادخل في صلب الموضوع يا أدهم، ما هو طلبك؟ ربما أكون قد تحامقت وتهورت، فقدمت وعدا لعقلة أرجو أن تساعدني على الوفاء به. وبما وعدته بالضبط؟ وما علاقتي أنا بالأمر؟ وعدته بأنك ستصحبنا معك في مغامرتك المقبلة. وهل تظن أنت وعقلة أن المهمات التي أخوض فيها رحلات سياحية يا أدهم؟ كيف تطلب مني طلبا كهذا؟ ولكن يا أبي، لقد وعدت عقلة بالفعل، وأخشى أن يظن أني... أدهم، أرجوك، لا يمكن أن أوافق على طلب كهذا، فأنتم أطفال، وما تسمونها المغامرات هي في واقع الأمر مهمات محفوفة بالمخاطر والمجازفات. أرجوك يا أبي، أتوسل إليك. وما من داع للقول إن جحا تمسك برفضه القاطع للمسألة برمتها، بل إنه استمر في تأنيب أدهم لمجرد تفكيره بإمكانية موافقة أبيه على طلبه. إن جل ما أفعله هو الحرص على سلامة الناس وأمنهم، فكيف أعرض حياة طفلين للخطر؟ لا، اعتذر من صديقك يا أدهم وقل له إنني لم أوافق. خائبا انصرف أدهم إلى غرفته، حائرا يضرب أخماسا بأسداس، ولأني حمار حساس أنبأني حدسي بأن المسألة لن تنتهي عند هذا الحد، خصوصا أن عقلة استمر في مضايقة أدهم. ماذا يا أدهم؟ أما من مغامرات جديدة تلوح في الأفق؟ يذكره بوعده ساخراً كلما سنحت له الفرصة. ها، يا حلال المشاكل، يا سر جحا الصغير، متى أنضم لكما في المغامرة القادمة؟ على مدى أسبوعين كاملين لم يكل ولم يمل، يكيل لأدهم الاتهامات والإهانات. يبدو أن أدهم ليس سوى مجرد كذاب كبير. بينما ازدادت تعاسة أدهم تدريجيا، يفكر بحل يخرجه من هذا المأزق ليرد اعتباره أمام كل من في المدرسة. إلى أن وصلنا ليلة سادت أجواءها عاصفة رعدية غزيرة الأمطار، حملت أنباء تداولها جحا وكريمة
فيما بينهما همساً. وردت قصر الوالي اليوم أنباء عن تواجد وحدات استطلاعية تابعة للعدو وراء الجبل الغربي. لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني تسرب الخبر عن مشروع النهضة كما كنا نخشى. للأسف، وقد آن الأوان كي تتدخل حسب الخطة. بالطبع، حان الوقت للقبض على الجاسوس، وقد عرفنا من يكون. سأمر بكبير المخترعين ليلة غد لننطلق معا. ورغم حذرهما الشديد، إلا أنهما لم ينتبها إلى أدهم الذي كان ينصت إلى حديثهما خفية دون أن يدرياه. يا رب أستر يا رب. ولحسن الحظ كانت الليلة التالية هادئة، فلا عواصف ولا أمطار، ومع لقاء كبير المخترعين في الموعد المحدد انطلقت معه وجحا ليلا نشق شوارع المدينة بهدوء بينما الناس نيام، باستثناء ولدين صغيرين كانا في إثرنا ولم ننتبه لهما من قبل. لما نتبعهما خلسة دون أن ننضم إليهما يا أدهم؟ اخفض صوتك، هذا ما اشترطه والدي كي تتمكن من المجيء. وهل سأتمكن من رؤيتهما يقبضان على الجاسوس؟ ليس إن كشفت أمر وجودنا بهمسك هكذا، اهدأ قليلا. وصلت السير جنبا إلى جنب بصحبة جحا وكبير المخترعين اللذين تجاذبا أطراف حديث عادي لا معنى له عن أحوال الطقس وأمور الحياة، ولم يتطرقا إلى موضوع الجاسوس الخطير مطلقا، ليستمر الحال على هذا المنوال حتى وصلنا أطراف المدينة. هل علمت يا كبير المخترعين أن أخبار مشروع النهضة تسربت للعدو؟ لا، ويحك يا جحا، ما هذا الذي تقول؟ للأسف، كما سمعت، فقد وصلنا بلاغ من حراس المدينة بتواجد وحدات استطلاعية عدوة في موقع المشروع. وما الذي سنفعله الآن؟ هل نضع خطة للتصدي لهم؟ توقف جحا فجأة عن السير، ينظر نحو الأفق ملتزماً الصمت، بدا كأنه لا يملك ما يجيب به. لا تصمت هكذا يا جحا، يجب أن نتصدى لهم، لابد أن لديكم خطة. يا ويلي، هل هذا معقول؟ هل يعقل أننا سنستسلم لهزيمتنا دون مقاومة؟ تكلم بالله عليك، إن كانت هناك خطة فمن واجبك أن تخبرني. بالطبع لدينا خطة يا كبير المخترعين، وللعلم فقد شرعنا بتنفيذها منذ أسبوعين. منذ أسبوعين؟ جحا، هل أنت بخير؟ ما تقوله غير منطقي على الإطلاق، هل فقدت عقلك؟ لا، يبدو أن جحا جن بالفعل، نفذوا خطة احترازية قبل أن يعلم العدو بموقع المشروع وأسراره. صدقني يا كبير المخترعين، أتمنى لو أني فقدت عقلي قبل أن أعرف الحقيقة. عن أي حقيقة تتحدث؟ نورني يا أخي، فأنا لم أعد أفهم مما تقول شيئا. منذ بدأت الشكوك تنتاب الوالي حول وجود جاسوس بيننا، عقدنا العزم على معرفة من يكون، وبعد جهد جهيد تمكننا من تحديد هويته. يا سلام سلم، هل يعرف جحا هوية الجاسوس فعلاً؟ أم أنه ما زال يهلوس؟ طيب هيا أخبرني من يكون؟ أتمنى أن تخبرني أنت يا كبير المخترعين، فأنا أظن أن لديك معلومات أكثر مما لدي وزيادة. وكيف لي أن أعرف يا جحا؟ مشروع النهضة هذا لم أدري بوجوده سوى في اجتماعنا السري قبل أسبوعين في ديوان الوالي. منذ أسبوعين في ديوان الوالي، ذلك اليوم الذي أخبرناك فيه بوجود مشروع سميناه مشروع النهضة، بينما في الحقيقة ما هذا المشروع إلا خرافة من نسج الخيال. ماذا؟ مشروع النهضة كذبة؟ وما الحكمة من ذلك؟ والله إني لا أفهم شيئا. مشروع النهضة خرافة ولا وجود له؟ بالضبط، مشروع النهضة كان حيلة نسجناها للإيقاع بالجاسوس الذي بحثنا عنه طويلاً، للإيقاع بك أنت يا كبير المخترعين. ماذا؟
كبير المخترعين هو الجاسوس؟ نعم، كبير المخترعين هو. مهلا، من قال ذلك؟ أها، إنه عقلة الذي من فرط صدمته وقف مشدوها فاغرا فاه، كاشفا عن مخبئه هو وأدهم. جن جنون جحا عندما رأى الولدين، لكنه أجل التعبير عن صدمته للتعامل مع الموقف، ولم يضيع كبير المخترعين الفرصة فاندفع كالسهم ليقبض على عقلة ويواجه جحا مهددا. اتركني، لا يا ديتا، اتركني، ابتعد عني. لابد من مخرج لهذا المأزق. قد تكون نجحت في كشف هويتي يا جحا، ولكنك لم تتمكن من القبض علي. دع الولد وشأنه يا كبير المخترعين، فلا علاقة له بالأمر. لن أدعه وشأنه. أدهم، اذهب وقيد والدك، وإلا أوقعت بصاحبك الأذى. هيا، لن أستسلم لك يا جحا. هيا يا أدهم. وهذا ما كان. أمسك كبير المخترعين بعقل المسكين وباشر أدهم بتنفيذ طلبه، إذ وجد حبالا قريبة وقيد بها جحا، فيما حافظ الأخير على أعصابه خوفا على الولدين. وما إن أنهى أدهم ربط وثاق جحا حتى ربطه كبير المخترعين هو وعقله. قد تكون جحا داهية حد الذكاء، ولكنني كبير المخترعين ولن تتفوق علي في حياتك. وتحت ساتر ظلام الليل انطلق كبير المخترعين مبتعدا، وصوت ضحكاته الشامتة يتلاشى رويدا رويدا. أنا من أكبر المعجبين بك يا عم جحا. ومن تكون أنت أيها الولد؟ أنا عقلة، صديق أدهم في المدرسة، الذي دعوتني لمرافقتكما في مغامرتكما لهذه الليلة. ولكم أن تروا الدهشة التي اعتلت وجه جحا لما سمع ما سمع، فنظر إلى أدهم نظرة ملؤها اللوم، فيما اغرورقت عينا أدهم بالدموع وبان عليه الأسى. أنا آسف، آسف يا أبي، لم أكن أعلم أن الأمور ستصل هذا الحد. ليس هذا وقت الاعتذار يا أدهم، بل وقت الأفعال. فلتعتلي ظهر شلهو ولتتوجه حالا إلى أقرب نقطة شرطة لإبلاغهم بما حصل. عليهم الإسراع بالقبض على كبير المخترعين قبل أن يلوذ بالفرار. وهذا ما كان. نفذ أدهم أوامر أبيه بحذافيرها، اعتلى ظهري وانطلقنا سويا، حتى ألقى رجال الشرطة القبض على الجاسوس كبير المخترعين. ولكن رغم نجاح المهمة، إلا أن الكآبة سيطرت على أدهم من يومها، فلم يغادر غرفته منذ عاد إليها، فلقد كان يعرف تمام المعرفة أنه أساء التصرف وكاد يتسبب بكارثة حقيقية بسبب حماقته. أدهم، هل تسمح لي بالدخول؟ أحتاج للتحدث إليك. إلى متى تنوي البقاء حبيساً في غرفتك هكذا؟ إلى أن تسامحني على حماقتي، أو بالأحرى إلى أن أتمكن من مسامحة نفسي على ما فعلت. طيب، مبدئياً يسعدني القول إنه من الجيد أنك تدرك فداحة ما اقترفته. ماذا كنت سأفعل لو أصابك أو أصاب عقلة الأذى؟ نعم، عصيانك لرغبتي وتجاهلك لرأيي كان حماقة بمعنى الكلمة، إلا أنك في الوقت نفسه كنت أنت من أنقذ الموقف، ولولاك لتمكن كبير المخترعين من الفرار. كل ما فعلت كان بدافع محبة الكبيرة لك ولرغبتي في أن أصير مثلك لما أكبر. أنت ولد طيب القلب، ذكي ولماح، وأنا متأكد أنك ستصبح ذا شأن عظيم يا أدهم يوما ما. ولكنك يا بني ما زلت طفلا، وما زال أمامك متسع من الوقت كي تتعلم. وأنت خير معلم يا أبي. لقد سامحتك يا حبيبي حتى قبل أن تطلب الاعتذار. ما أروع محبة الأب لابنه ومحبة الابن لأبيه. وهكذا استتب أمن المدينة من جديد، وعادت الطمأنينة لتملأ قلب أدهم.